اهلا بكم مشاهير ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، بنجلل التحيه على حضراتكم من محافظه دمياط، تحديدا من شاطئ بلاج راس البر. احنا النهارده الجمعه الاولى بعد بدايه العام الدراسي. يمكن احنا النهارده يعني تعمدنا ان احنا يعني ناخدكم في جوله على شاطئ راس البر النهارده الجمعه العطله الاسبوعيه. يمكن حضراتكم زي ما انتم عايزين معانا، يمكن الناس مقبله على الشاطئ والناس لسه موجوده على الشاطئ للاستمتاع والفسحه وقضاء اجازه نهايه الاسبوع او العطله الاولى بعد بدايه العام الدراسي. شايفين حتى الناس يعني مقبله على الشاطئ نفسه، ناس نازله البحر النهارده من الصبح. النهارده يوم الجمعه الناس نازله للسباحه والعوم، يعني مستمتعين بالاجواء الجميله ودرجه الحراره المناسبه اليوم. يعني الشمس مشرقه ودرجه الحراره مناسبه وانكسار موجه الحر بشكل كبير. يمكن الجو ممتع النهارده قوي على شاطئ راس البر وبيشجع على الفسحه وعلى الخروج وعلى التنزه. يمكن احنا عندنا في ناس كتير بتحرص ان هي يمكن يعني يوم الجمعه او العطله الاسبوعيه بتتجول وتتفسح في شاطئ راس البر وقضاء يوم سعيد على الشاطئ، يعني من اللعب وتناول الطعام وقضاء اوقات سعيده، خاصه ل يعني تغيير الجو، متعه الاطفال مع بدايه العام الدراسي وأعباء الدراسة. كمان يمكن عندنا يعني ما زال الشاطئ يفتح أبوابه والكازينوهات موجودة على طول الشاطئ تفتح أبوابها لاستقبال رواد رأس البر اليوم الجمعة. لحضراتكم صورة مباشرة من شاطئ راس البر اليوم الجمعة. بنتمنى لحضراتكم وللجميع أوقات سعيدة ممتعة ويوم جمعة سعيد إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير. كان معكم معتز الشربيني مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة دمياط.